مساء الخير عليكم، اش راكم؟ راكم كامل بخير. حندير معكم اليوم وصفه تاع لي كريب يجيو بزاف هايلين. تبعوا معايا الطريقه. نسحق فيهم بسم الله. عندنا 3 بيضات، 125 غرام فرينه، ملعقه صغيره تاع الزيت، عندي هنا الحليب، وهذه هي الماء. نسحق 4 ريتلة ما بين ماء وما بين حليب. انا هنا دوك نكمل بالحليب، معناتها 1/4 لتر مخلطة ما بين ماء وحليب هكذا. نسحق في قرص ملح ولافاني. هذا هما المكونات تاع لاباط تاع لي كريب، تجي بزاف هايله. هذه هي اللي نستعملها انا، حبيت نديرها معاكم. نبداو بسم الله. نبدا بالبيض، نفقس كامل 3 بيضات، ندير لافاني، نخلط بالفوي. ملاحظة، هندير هذا الحليب والماء اللي هي 4 ما بين ماء وحليب. ملاحظة، قلت لكم هذه لاباط تنجمو ديروها سالي ولا سكري. هاني درت قرصة تاع الملح وملعقة صغيرة تاع الزيت. كي ديروهم سالي ما ديروا لهمش لافاني. هذا ما كان ندير 125 غرام تاع الفرينه، نصيروها ونخلط مليح. نبقى نخلط حتى يولينا الخليط كامل تاعنا ليس، حتى تنحل كامل هذه الفرينه. ولا تحبوا ديروا بالباتور. نبقى غير نخلط هكذا. راني نحلت كامل هذيك الفرينه، نجيب بابي فيلم ونغطيها ونخليها تريح ساعه في الثلاجه. هذه خطوه مهمه، لازم لاباط تاع لي كريب يريحوا على الأقل قلتلكم ساعة. هنا بعد مرور ساعة راني بديت نطيب فيهم. درت المقلاة تاعي تسخن، يلزم مقلاة نوعية شابة. نبدأ نرفد هكذا بالغراف لاباط ونحط في المقلاة ونخليها حتى كطيب لي من هذه الجهة باش نقلبوها، ما تاخذش وقت بزاف في الطهي تاعها. دوكا نرفدها بالعقل باش نقلبوها هكذا. هاي تحمرت شويه، نزيد نخليها من هذه الجهه تطيب ونحيها، ما ياخذوش وقت بزاف في الطياب. هنا راني كملت كامل طيبتهم، تحصلت على 4 حبات تاع لي كريب وحبه صغيره، خاطر المقله تاعي كبيره. تنجمو اذا درتو في مقله صغيره يلحق لكم حتى 6 حبات. نبداو نفخسيو فيها، كل واحد كيفاش يحب يدير الذوق. من داخل تحبوا شيكولا فقط، تحبوا ديروها بالفاكهه، نتوما حرين حسب نتوما الذوق تاعكم. انا نبدا نطلب الشيكولا، نسحقو شوكولا طلي. انا راني حنطلي النص تاعها برك، ما نطليهاش كامل. ونقطع الطريفات تاع الانانا طريفات صغار. نزيد نقطع نص حبة تاع البنان.
نقطعها رونديلات، يجيو زين بنين كديروهم بالفاكهة. ونزيد الكوفريت نقطعوه هكذا بالموس باش كي نكونو ناكلو يجينا واحد القرمشة. ونطويها دوك نديرها هنا. نروحو للتزيين، عندي تزيين بسيط. انا هنا استعملت الكراميل، صوص كراميل كانت عندي صتها في الفلان، ندير بها هكذا زيكزاك، ولا تحبوا ديروا الشيكولا من الفوق كيما تحبوا. هكذا درت ديكور بسيط، وندير نحط رونديله تاع الانانا، نزيد نقطع رونديلة تاع البنين، يجيو هايلين ان شاء الله. جربوهم ويعجبوكم. انا مهم هذه درتها، حبيت نديرها معاكم. ونقطع ثاني شوية تاع الكوفريت، نقسم هكذا طريفات، تزيين بسيط. ان شاء الله تعجبكم الوصفة تاع اليوم، ونقول لكم ما يجيو بزاف هايلين، وبقى على خير.